مشك بقى هذا هلا ترى قضية عليها قضية مين؟ ها لا بوريك بوريك سلام عليكم شباب شلونكم؟ علبتك الماي وينها؟ شربها لا جبت لي واحدة الحين كويس كذا ايش اللي تبغى؟ السلام عليكم هلا فيكم فلوق جديد باي نبدل حمر وبر خلاص لا لا ما يبين شيء ولا ايش السالفة؟ ضحك وبنو مر طبعا ما عليه لا لا تبغى الاحمر كما يبين لا غير والله اللون بس نفس حكست كانت تحت الرصاص فوق الابيض حكست الحين دخل عندك بنمر انزل طيب انزل خلنا انزل جو John, go walk the one if there any behind the shed or in the shed. Lefty likes me. Do you like Lefty? John, are any of the girls in there? إيش تبغى تقول لأحمد؟ هذا ولا هذا؟ شوف واحد منهم. إيش تبغى تقول؟ هذا حكي انترفيو. شوف كلم كلم. شو؟ يبغى يقول لك شيء. ما برضه يتكلم. لا شوف. ها؟ هذا خبطة هذا. غيران غيران. هذا شنو بزايد اللي كيور بير طيب اقول لك انت هذا عبد الله انت في ما في وين ما في اللي انا باخذها اللي انا باخذها هيك لايك لايك ديك رومي ما بتيس ماسك يدي مشيك والله حيل اشيله تعرف قاعد ياكل احد يذبح خرفان هنا ويمك خنزير حده ياكل السلح والله بيجيك جا حطيته محله بالعافيه بالعافيه عليك الله ينفع خنزير ذبح اسلام ايه ضبطنا عبد الله والله تبشر ايش تبغى بس ذبح اسلام يا خنزير ما نحن نذبح فراسه على طول انت قصدك اللحيه ولا قصدك شيء ثاني يا اتشخر ياك هو عيال قاعد ياكل من السفال ايه هو بياكل انا سمعت بس ما قد شفت الله هيك يا رجل اول ما جيت اول يومين اللي هنا كل ما طلبت نو بيكن نو بيك نو كل اسمي كل اسامي الخناجين لان يعرفون كنت اقول لهم نو بيك بعدين صار يقول لي بورك بورك ويك بيكن بيكن بعدين قال لي هشام لا في بيكن في السعودية حلا تركي بيكن يا ليل اللي بالسعودية اللي يحطونها في هالبيتزا يسمونها تركي أنا بيكن انا ما اعرف يا ابن الحلال ولا عمري سمعت عن البيكن بيتزا عندكم في النسام ولا عندكم؟ لا بيتزا ما عندنا ما حق عندنا خبزة خبزة وكاتشب هذا البيتزا مالتكم؟ خبزة وكاتشب ها؟ لا خبزة سمن عسل عبد الله ما يعرف يتعامل مع خرفان عبد الله لا يعرف اسم وجهي ايش فيك يا عبد الله؟ ايش فيك يا عبد الله ما بعرف تشيله؟ تعال يا ابوي في الديرة عندنا والله برجل واحدة وتمشي هذا في ميسان هناك والله في ميسان هنا ايش هذا؟ برجل اللي قدام تمشي باللون كيف؟ كبيرة. لو تعطينا ذي بدل الدباية نذبحهم ذي سنة واحدة خلنا نجلس عليها جاتك 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 والله وجهها كأنه بفلو وش رد مستحيل يا عيال لازم يكون عندها ماء
عندها لي هناك بس بعيد علينا. داخل كل شيء بس يا ولد بغسل كل شيء. خلاص مرة كذا خلص الفيديو. ففي نهايه الفلوق لا تنسوا الاشتراك بالقناه، نشر المقطع، قول مره ثانيه، واعمل لايك للمقطع، والسلام عليكم.